يشكو رجال الأعمال في محافظة بابلة من هيمنة شركات وصفوها بالغريبة على المشاريع التي يفترض أن تكون من نصيبهم، فيما تساءلوا عن أسباب اختيار تلك الشركات رغم وجود مثيلاتها داخل المحافظة ولديها الكفاءة العالية في تنفيذ تلك المشاريع. احنا مظلوميتنا دا نتحمل ذنب الشركات الغريبة، يعني مقاول غريب يجي يعمل ببابل ينحسب على اتحاد المقاولين، احنا ما مسؤولين منه. انا كشخص متحدث ويا جنابكم مسؤول عن شريحة مقاولين بابل حصرا، اي مقاول يتلكى بابلي انا هذا كلام شرف يا قناتكم وخلي يسمعنا الرأي الشارع البابلي، انا مسؤول منه. انا انزل جهد الي من عندي واشتغل وكمل شغل المقاول البابلي، بس انا يجي مقاول من خارج المحافظه بطرق القاط ماله بطرق السياره راكبها ياخذ عمل وياخذ عمل احسن من عندي، بالرغم اني متمكن ماليا وفنيا واداريا. اصحاب شركات ومقاولين نعاني بحاله المشاريع الى شركات من خارج المحافظه، فلذلك المقاول البابلي يعني بدا يلتجئ الى شركات الى المحافظات المجاوره زين بعدم انصاف الشركات البابليه. عندنا معاناتنا يعني بدايه من لجان التحليل ولجان اعداد الكشوفات. الجهات الحكوميه المحليه القت الكره في ملعب الوزارات الاتحاديه والموازنه واطلاق الاموال للمحافظه بعد ان تاخرت لفتره طويله على أمل إتمام إطلاق بقية التخصيصات والمصادقة على مشاريع وصفت بأنها حيوية وتمس المواطن البابلي. هناك تأخير من ديوان المحافظة وزارة التقصير بالخصوص أدى إلى تأخر هذه المشاريع المصادقة عليها، وقسمت إلى وجبات. الوجبة الأولى جت 18 مشروع قبل مدة، واليوم اجت 58 مشروع، وبقيت مجموعه من المشاريع الاخرى لم يتم المصادق عليها لغايه اليوم، وهي من مشاريع العام الماضي طبعا. فالمشاريع مهمه وحيويه وتمس الخدمات اللي يحتاجها المواطن بشكل يومي، ماء وكهرباء وطرق ومدارس. ف يعني كانت متعطله للسنه لمده اكثر من سنه، اليوم تمت مصادقه الوجبه الثانيه وبانتظار الوجبه الثالثه المصادقه لغرض الاحاله. تخطيط غائب في حسابات الدوله العراقيه مما القى بظلاله على الاوضاع العامه للبلاد، ومنها مدينه الحله التي تشكو التلكؤ الكبير وعدم قدره ادارتها على إيقاف الفشل الخدمي والإداري الذي تعيشه المحافظة. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تيفي.